يتاجر هنريك رايمرز بالشوكولاتة، وقد أسس هنا في غانا مشروعاً لإيصال الشوكولاتة المصنوعة في إفريقيا إلى الأسواق الأوروبية. يعود 60 إلى 70% من ثمن البيع لمنتجي الشوكولاتة في أوروبا بالطبع. هذا يعني أن الدول المستهلكة هي من تحصل على الحصة الأكبر في سلسلة القيمة، وهذا ظلم كبير. يريد رايمرز إحداث تغيير حقيقي وإشراك الدول المنتجة للكاكاو في الأرباح. قبل 5 سنوات التقى بمزارع الكاكاو أثناء تجوله في غرب إفريقيا، وأدرك حينها أنه لم تكن هناك أي شركة أوروبية تصنع شوكولاتة في مكان زراعة الكاكاو. في 2016 أسس شركته الناشئة فر أفريك. لأن ما نقوم به هنا هو عمل جديد وريادي، علينا أن نتوقع أن كل خطوة ستكلف أكثر وتتطلب وقتا أطول مما هو مخطط له، خاصة في ظل الإجراءات الروتينية. إنها عملية متعبة وتحتاج إلى مثابرة. 70% من الكاكاو في العالم قادم من غرب إفريقيا، لكن أقل من 1% من الشوكولاتة التي تباع حول العالم يتم إنتاجها هنا. يهدف إنتاج رايمرز للشوكولاتة أيضاً إلى تحقيق ربح، لكن بشكل معتدل، ولهذا فهو يعمل مع يايرا جلوفر، المواطن الغني الذي أمضى سنوات في سويسرا ويعرف قطاع إنتاج الشوكولاتة الأوروبية جيداً. يقوم جلوفر بتعليم العمال كيفية الزراعة بطريقة عضوية، مما يضاعف المنتوج ويرفع قيمة السعر ويحمي الناس والبيئة، كما أن الأجور جيدة. الإنصاف في نظامنا الإنتاجي يعني احترام البيئة وصحة المزارعين، كما أننا ندفع لهم مكافآت أعلى تمكنهم من إدخال أبنائهم للمدارس. في الواقع نحن ندفع أعلى مكافآت حاليا في هذا الجزء من العالم. عندما بدأت الحديث عن هذه الفكرة لأول مرة، قال لي الناس إنني مجنون. قالوا لي: هنريك، لا تحاول القيام بذلك. لكن عندما اتضح أن الأمر سينجح، أصبحت هناك شبكة كاملة تدعمني، أصدقائي وعائلتي وزوجتي، جميعهم أصبحوا يساعدونني لإنجاح المشروع. حصاد الكاكاو عملية مرهقة تمتد من شهر سبتمبر حتى مارس. يزرع كوفي أدواما الكاكاو منذ 4 عقود، ويعتمد دخله على الأسواق العالمية المتقلبة. في الماضي كان دخله قليلاً جداً، بحيث اضطر أطفاله للانضمام له في العمل في المزرعة، فالفقر يعتبر السبب الأساسي لعمالة الأطفال في مزارع الكاكاو. في الماضي لم نكن نحصل على أي علاوات، لم يكن بإمكاننا إدخال أطفالنا إلى المدارس. من خلال يايرا جلوفر والتدريب الذي وفره لنا، أصبحنا نجني المزيد من المال. إن ذهاب أطفالنا للمدرسة هو تقدم كبير. يزرع الكاكاو بشكل حصري تقريباً في المزارع الصغيرة. يباع شوال من حبوب الكاكاو بما يعادل 86 يورو، لكن يايرا جلوفر يدفع لمزارعيه علاوة إضافية تبلغ 32 يورو. تمنح التعاونية جزءاً منه للمزارعين، فيما يذهب الباقي لصالح دورات التدريب واعتماد الزراعة العضوية. بعد جمع المحصول يجب فتح جميع قرون الكاكاو، ومن ثم تغطية الحبوب واللب بالأوراق ل6 أيام لتخميرها. تتحول البذور في هذه الفترة إلى اللون البني وتكتسب رائحة الشوكولاتة المميزة. بفخر يعرض أدوام النتائج. ينبغي الآن ترك الحبوب 6 أيام إضافية حتى تجف. أصبح لونها بنياً كالشوكولاتة وهي مختمرة. أترى؟ عندما تتكسر تصبح مكتملة ويمكن إرسالها للبيع. بشكل عام فهي جيدة جداً. بعد عملية طويلة جفت الحبوب وأصبح بإمكاني الحصول على المال. هذا يسعدني جداً. بما أن المقابل المادي أصبح أفضل، لم يعد على الأطفال العمل، بل صار بإمكانهم الذهاب للمدرسة، وهذا ما يسري على أحفاد أدوامة. في عام 2014 كان هناك حوالي 1 مليون طفل في غانا يعملون في زراعة الكاكاو المليئة بالمخاطر، فهم يضطرون لاستخدام المناجل وحمل الأشياء الثقيلة والتعامل مع الكيماويات.
أصبح أدواما يجني مالا أكثر، لذلك تمكن حفيده جون أوفي من الالتحاق بالمدرسة. يريد الذهاب إلى المدرسة الثانوية بعد إكمال تعليمه الأساسي وحتى للجامعة لاحقا. أحب الذهاب إلى المدرسة حيث أتعلم الكثير، عندها لن يخدعني أحد بسهولة. حان وقت الغداء في منزل كوفي أدواما. من خلال مبادرة هندري كرايمرز والمكافآت التي يحصل عليها، أصبح بإمكان هذا المزارع تأمين الغذاء الكافي لعائلته، حتى إنهم استطاعوا بناء كوخ أكبر للعائلة الكبيرة بغرفتي نوم. سواء كانت المتاجرة منصفة أم لا، تلتقي شركات القطاع في أكبر معرض تجاري للحلويات في العالم في كولونيا. تقوم إيفلين بان عضو الحملة الأوروبية من أجل تجارة منصفة بالشوكولاتة بالمطالبة بظروف حياة أفضل لمزارعي الكاكاو وعائلاتهم. وكعضو في المبادرة الألمانية للكاكاو المستدام، فهي تجتمع بانتظام مع ممثلين من الحكومة الألمانية وشركات القطاع والتجار والمنظمات غير الربحية. في هذا المعرض تتعرف على أحدث استراتيجيات القطاع. أتفاجأ دائما بالإبداع في مجال صنع الشوكولاتة، فهناك الكثير جدا من المنتجات المختلفة. لو أن قطاع الشوكولاتة كان مبدعا بالقدر ذاته في خلق استراتيجيات لإخراج المزارعين من الفقر، حينها سيتم إنجاز الكثير. لأن القدر الأكبر من الأرباح يتم جنيه حتى الآن في أوروبا، يتم بيع حبوب الكاكاو إلى المنتجين من خلال وسطاء. في أوروبا وحدها هناك 12 ألف شركة تحقق إيرادات تفوق 60 مليار يورو من منتجات الكاكاو. لكن هناك تغيير بدأ يحدث، فحتى شركة باري كاليبو البلجيكية رائدة صناعة منتجات الشوكولاتة أعلنت عزمها تحقيق زراعة كاكاو مستدامة بنسبة 100% بحلول عام 2025، لكن الخبيرة تبدي شكوكاً. لقد اطلعت على البرنامج وهو لا يحتوي على أي مبادرة أو استراتيجية جديدة لتحقيق هذه الأهداف، فهم يعملون على رفع محصول المزارعين من الكاكاو، لكنهم لا يتنازلون فيما يتعلق بالسعر. تستمر إيفلين بان وناشطون آخرون في الكفاح من أجل تحقيق إنصاف في تجارة الكاكاو. يعلمون أن الطريق ما زال طويلاً أمام تحقيق سلسلة إنتاج منصفة تستثني عمالة الأطفال في إفريقيا، رغم أن الهدفين قابلان للتحقيق. إيدلموند هي شركة شوكولاتة في ولاية براندنبورغ الألمانية. يستخدم مالكها توماس ميشل حبوب الكاكاو العضوية فقط. هدفه هو صناعة الشوكولاتة الفاخرة باستخدام طرق يدوية عريقة. نحصل على حبوب الكاكاو من جمهورية دومينيكان، من مزارع يقوم بزراعتها عضوياً، وعائلة نعرفها جيداً. نقوم بزيارتهم بشكل منتظم ونعرف جودة منتجاتهم العالية، كما يتم التعامل مع العمال والدفع لهم بشكل جيد، فهذا أمر يهمنا كثيراً. بعد فرز الحبوب يأتي وقت التحميص. معظم منتجي الشوكولاتة حول العالم يستخدمون كتلة الكاكاو المطحون مسبقاً، أما توماس ميشل فيطحنها عند الحاجة، حيث يشرف على كل خطوة من خطوات الإنتاج بنفسه. لا يتكبد هذا العناء إلا القليل من منتجي الشوكولاتة، وهذه بالنسبة لميشل طريقة لضمان الجودة خلال مراحل الإنتاج كلها. إنها لحظة رائعة عندما تتمكن من شم رائحتها ونكهتها وتعلم أن هذا ما ستستخدمه لصنع الشوكولاتة. إنها تجربة مميزة. يتم تكسير الحبوب المحمصة إلى قطع صغيرة، ثم تطحن تلك القطع في خلاط عملاق يمنح الدسم داخل الحبوب للمزيج قوامه السائل. ستستغرق هذه الخطوة هنا يومين، فيما تستطيع الآلات الصناعية إنجاز ذلك خلال 10 دقائق. فبينما تنتج المصانع الكبرى مليون لوح شوكولاتة يومياً، ينتج مصنع ميشيل اليدوي 500 لوح فقط، لكن مقابل سعر مرتفع يبلغ 6 يوروهات للوح الواحد. الفئة التي نستهدفها ليست فقط المستهلكين الأغنياء الذين يمكنهم الدفع مقابل لوح فاخر من الشوكولاتة. نحن ننتج شيئاً مميزاً ذا مذاق جيد. يلاحظ الكثير من الناس أنه لا يمكنهم الحصول على هذه الجودة في متاجر التخفيضات. إذا قارنتها بالنبيذ، فنحن نعلم أن هناك فروقاً كبيرة بين الأنواع، وأنك لا تتوقع جودة عالية عند شراء زجاجة نبيذ ب99 سنتاً. تعد الشوكولاتة التي ننتجها أعلى سعراً من تلك العادية، إلا أن هناك فرقاً هائلاً في الجودة يمكنك تذوقه حقاً.
كلمسة مميزة يضيف ميشيل إلى ألواح الشوكولاتة الكبيرة فراولة ومنتجات محلية أخرى. انضمت كريستين ليشان إلى المصنع قبل 4 سنوات وهي صانعة شوكولاتة.